الحكاية، وهل اللي حصل مع توفيق عكاشة هيحصل مع نواب تانيين؟ وخلينا نقول انه في نواب تانيين يعني اللي هو مع يعني تم تجميع فيديوهات ليهم واتعرضت وفي مطالبات للرئيس بالتعامل معاه. انت بتتكلم هنا على مرتضى منصور؟ لا انا بتكلم، ما بحددش شخص بعينه، انت هنا بتتكلم، انا بتكلم على كل من تجاوز. تمام تمام. هو انا شوف، انا قعدت اذاكر يعني امبارح في موضوع توفيق، يعني بجانب ان انا كنت متابع طبعا في شغل موقع البوابه نيوز. شوف، توفيق عكاشه حاله خاصه في البرلمان، ويمكن ما شفناش في تاريخ البرلمان كله نائب يعني يضع نفسه في منزله، يعني عايز اقول لك رئيس الجمهوريه. يعني هو كان بيتعامل انه رئيس الجمهوريه، متصور ان هو ممكن يقعد مع اي مسؤول اجنبي ويبتدي يتفق معاه ويناقشه في قضايا ليها علاقه بالامن القومي. مين بقى اللي اداله التصور ده؟ يعني برضو ما هو برضو في حاجات كده يا استاذ محمود كويس مش مفهومه. كويس. يعني من الذي دفعه لهذا الانتحار السياسي؟ انت تعرف، يعني انت تعرف زي ما انا اعرف، زي ما كل المشاهدين عارفين توفيق عكاشه بيتصرف ازاي وتفكيره ماشي ازاي. توفيق عكاشه راجل ملوش كتالوج، يعني راجل ملوش حدود في الشطط لما بيجي يناقش اي قضيه. يعني انت لما تيجي مثلا تحط النهارده البرلمان ونفسك والدوله المصريه كلها في ازمه ملهاش اي لازمه في توقيت غريب جدا يا فندم، اذا كان احنا كنا يعني بنتكلم على دورات اعداد برلماني للنواب، هو رفض يحضرها. ما هو انت بتتكلم يعني على احنا بنتكلم على موقف باين من زمان يا جدا سيدي. انت بس هو السؤال، هو يقدر يروح يقابل سفير اي دوله؟ انا بقول لك اهو، حاجه اقرب للمرض النفسي حمد، يعني حاجه اقرب للمرض النفسي. يعني يمكن في زملاء كتير امبارح اشتغلوا على انه كان بيتكلم في كل حاجه وعكسها، يقول حاجه النهارده تاني يوم يغيرها. يعني عايز اقول لك مثلا من ضمن الحاجات الايجابيه اللي قالها امبارح البرلمان انه البرلمان يحترم كل الاتفاقات الدوليه اللي وقعتها مصر، وان مفيش كلام على فكره انه نعيد تاني النقاش في معاهده السلام. ما هو ده بقى الجزء اللي بيقول الكثير من الخبراء انه تم نصب فخ للبرلمان. خليني اقول صحيح. ما قالوا مش هو مش يعني تم نصب فخ، من نصب الفخ للبرلمان هو عضو البرلمان توفيق عكاشه، وده اللي خلى النواب امبارح. يعني انت بتتكلم على 500 نائب. انا بتكلم انه خلينا نوضح ان هم قالوا ايه، الكثير من الخبراء قالوا انه سيتم استغلال هذا الموقف تجاه البرلمان لانه الدوله المصريه عقدت اتفاق سلام مع اسرائيل. انا عايز اقول لك حاجه، انا مش بحب المبالغات دي قوي، لانه احنا بنتكلم هنا على دول كبيره في المنطقه، بنتكلم هنا على مصر وعلى دوله اسمها اسرائيل، والدولتين دول وقعوا معاهده سلام في 79، يمكن اول دولتين في الشرق الاوسط يوقعوا معاهده سلام من هذا النوع، وبالتالي هم يعلمون جيدا من في مصر ممكن يتعامل معهم ويبقوا واثقين فيه، ويعلموا جيدا ومصر تعلم جيدا هي بتعمل ايه. ف يعني مبالغات في رد الفعل او في الفعل كبيره. كون بقى انه في حد عايز يستغل المساله دي في الكلام على التطبيع، انا عايز اقول لك ان قرار التطبيع ده قرار الشعب المصري مش قرار البرلمان كمان. يعني قرار كل فرد في الشعب المصري اذا كان هو يقبل المساله دي ولا لا، خاصه وانه وهو بيتكلم مثلا قال حاجه، يعني انا اعتقد ان هم لو يقدروا يعني يشوفوا اي اجراء تاني غير ان هم يسكتوا العضويه يعملوه. انت رايح تتفاوض، ما هو ده كان حاصل يا فندم، ان هو انت تم رايح تتفاوض تجميد حضور الجلسات لمده سنه يا فادي. ليه يا فادي ليه تم فجاه يا فادي؟ انا بقول لك اكتر يعني من اسقاط العضويه. لو يقدر يعمل اسقط اكتر يا راجل، ده رايح يتفق على انه يبنوا مدارس في بحر البار قصاد الناس اللي ماتت. رايح تتكلم مع كامل طبعا احترامنا وتقديرنا ثانية واحدة والدمع رايح تتكلم ومين قال لك تتكلم باسم الشهداء؟ ما حدش قال ان هو يتكلم. انا بسال، هي دي الفكره يا فندم. انا هنا بسال سؤال بس بسيط، وهو ده اللي كانك بيتكلموا فيه الخبراء، انه هل انه بيعتبر ان ده سابقه في تجاوز اللائحه او تجاوز توفيق عكاشه فتح الطريق للبرلمان انه يسقط عضويته؟ واحد. اتنين، تصرفاته الحمقاء، انا بتكلم اهو الحمقاء، ان انت تروح تجيب السفير الاسرائيلي وتقعد معاه وتتكلم على انه تطبع العلاقات، وتتكلم على انه هو اللي هيحل لك مشكله سد النهضه. هيحل لك مشكله سد النهضه ازاي؟ اسرائيل في ايديها ايه عشان تحل مشكله؟ وانت اللي هتتفق معاه ان انت تديله ميه النيل؟ لا هو ده، وانت اللي تتفق معاه تبني مدارس في كذا؟ ده كلام طبعا. هو ده اللي اتحط يعني قدام نواب البرلمان، وانا عشان انا بقول لك كده نواب البرلمان هو امبارح اللي اختلف عليه الخبراء الدستوريين انه ده قد يخالف صحيح الاجراءات من عدم. شوف بس الاجراءات يعني ده اللي بتكلم فيه. القاعده الاولى في اللي خدوها يمكن ان اللي درسوا في اولى حقوق، ان الدستور يعلو كل القوانين. امبارح البرلمان فعل الماده 110 من الدستور اللي بتقول ان من حق الاعضاء ان هم يقدموا طلب لاسقاط العضويه، وده اللي حصل. طيب محمودي، خلينا يعني نخرج من الجدل ده لانه مش هنوصل فيه حاجه، وخلي الخبراء الدستوريين، انا كنت بحاول